يعدوا لتنفيذ عمليات تخريبية داخل مصر أو عمليات تضرب المصالح المصرية في الخارج. فقد مثلا عصابة مدربة في دولة من الدول المعادية لنا ودربوا ومولوا بالسلاح ومولوا كل حاجة، وبعد كده يجي ينفذ عملية في مصر، فيحاسب ينطبق القانون المصري على الجم دخلوا الإقليم المصري وعلى مصادر التمويل ذاتها وعلى الناس اللي دربوهم سواء كانوا في الخارج في أي دولة. أو ممكن تبقى عصابة معينة، عصابة معينة متخصصة إنها تعتدي على المصالح المصرية في الخارج، مثلا يزور العملة المصرية، يعتدي على أي مصفر، يعتدي على أي شخص مصري. إذا هذه مدام اعتدى على المصالح المصرية، أمن الدولة الخارجي أو أمن الدولة الداخلية، جرائم التجسس، جرائم تهريب الآثار، جرائم كذا، لقينا فيها أجانب، لقينا فيها كذا، يبقى إذا في الحالة دي ينطبق ويمتد القانون المصري لحكم المسألة. طب إزاي يمتد بقى؟ والله في يبقى في أحيانا تعاون بين الدولة المصرية وغيرها من الدول، سواء في اتفاقيات أو يعني بالعلاقات بين أجهزة الرئاسة، أو نبلغ الانتربول الدولي، نبلغ الانتربول الدولي عن أشخاص معينين تم ضبطهم أو هربوا من مصر أو كذا، أو مبلغ عنهم أنهم انخرطوا أو يعني ارتكبوا جرائم تضر بمصالح مصر، نبلغ الانتربول وهو يتولى هذه القضية، وإذا كان الأدلة بتاعتنا نقدم لهم الأدلة الكافية عشان نقدر يعني إما نحاكمهم نجيبهم ونحاكمهم، يا إما نطلب من دولتهم محاكمتهم عندهم تطبيق الأحكام القانون المصري. تمام. وتطبيق ما دام الجريمه مشتركه بين الدولتين، يعني مش مشتركه، يعني القانون بتاع الدولتين بيعاقب عليها زي جريمه القتل مثلا، فالقانون المصري يعاقب عليها والقانون كل القوانين تعاقب عليه. اذا ارتكب واحد اجنبي جوه مصر ارتكب جريمه وهرب الى الخارج، ممكن احنا نتتبعه ونطلب محاكمته اما قدام القضاء المصري اما قدام القضاء بتاع دولته، باعتبار ان جريمه القتل موجوده في كل الشرائع القانونيه وفي كل الايه وفي كل وفي كل الاحكام التشريعات على مستوى العالم، وكذلك السرقه وكذلك الاغتصاب وكذلك وهكذا. تمام. ايضا اذا تم ارتكاب الجريمه المصريه داخل مصر، الجريمه داخل مصر مش الجريمه المصريه، الجريمه داخل مصر ثم نهض او يحاول المتهم او الشخص الفرار خارج الاقليم المصري، زي سفينه مثلا ولا حاجه رمت نفايات شائكه، نفايات نوويه، نفايات رمت في البحر الاقليمي او المياه الاقتصاديه، او ما كنا عايزين ناكد على ان في جانب البحر الاقليمي او المياه الاقليميه فيما يخص حاجه اسمها المنطقه الاقتصاديه، المنطقه الاقتصاديه دي بعد 12 ونص ميل بحري ايضا من خط الشاطئ، يعني 12 ونص ميل بحري ده مياه اقليميه خالصه فيها كل حاجه وكل السيطره الكامله. بعد 12 ونص نخش نتكلم على كمان المنطقه الاقتصاديه الخالصه، وده اللي احنا لقينا فيه حقل ظهر، ولقينا ما رسمنا الحدود البحرية بيننا وبين قبرص في الشمال واليونان، وكذلك الحدود الشرقية مع الدولة السعودية المملكة العربية السعودية، احنا بقى لنا منطقة اقتصادية بعد المياه الإقليمية نقدر احنا كمان نكتشف، ونكتشفنا فيها اللي هو حقول الغاز وان شاء الله حقول البترول وغيرها. يبقى اذا ارتكبت الجريمة داخل مصر وسفينة بترمي نفايات والاخره، تتبع غفر السواحل خرجت من المياه الإقليمية المصرية وماشية والغفر بيتتبعها، يبقى اذا تقدر الطيران المصري ويقدر السفن المصرية تتبعها حتى القبض عليها. المهم ما تخشش تحت سيادة دولة اخرى، المهم ما تخشش في المياه الإقليمية بتاع دولة اخرى، لان في الحالة دي محتاجة اتصال بين الدول لو دخلت في السيادة بتاعت الدولة الثانية. ده تطبيق القانون من حيث المكان. تطبيق القانون من حيث الزمان، اللي هو احنا القانون بيطبق يعني ايه؟ يعني القانون اتغير، طلع قانون جديد زي قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لسه طالع ومطبق في 1/1/20. طب والقديم اتلغى. طيب امتى نحدد بقى ان نطاق سريان القانون القديم ونطاق سريان القانون الجديد؟ قلنا والله يبقى الجديد يطبق من تاريخ سريانه، والقديم يظل حاكما للمراكز القانونية اللي استقرت ونشأت خلال فترة سريانه. فعندنا في قوانين جديدة وفي قوانين قديمة، القديم يظل على قديمه لا يلغى لكي تستقر الأوضاع القانونية، والجديد يطبق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلم الكافة به كما هو منصوص عليه في الدستور، 30 يوم بعد تاريخ النشر. في الحالة دي ينطبق القانون الجديد تطبيقا لنظرية الأثر الفوري للقانون الجديد. القانون طالع عشان يطبق مش عشان يتركن. إذن بس يطبق من إمتى؟ من تاريخ المنصوص عليه للسريان، بعد 30 يوم من تاريخ نشره أو اليوم التالي لتاريخ النشر حسب ما يقول لنا القانون. يبقى إذن القانون الجديد بتاع التأمينات الاجتماعية صدر
من شهرين، من قبل يعني مثلا في صدر تقريبا في حوالي نوفمبر 2019، لكن هيطبق امتى؟ من 1/1/20، وفعلا طبق وصدرت اللائحة التنفيذية بتاعته. يبقى اذا ينطبق من 1/1/20 على كل المراكز. طيب في الحالة دي هل ينطبق القانون الجديد بأثر رجعي؟ لا طبعا، من القاعدة لا ينطبق القانون الجديد بأثر رجعي. اذا كان هيطبق من 1/1/20، يبقى من سنة 1/1/2020 ما ينفعش نطبقهم السنة على السنة اللي فاتت أو اللي قبلها. ليه؟ لأن في مراكز قانونية وكان فيها قوانين تحكم هذه المراكز القانونية، وبالتالي لا نقلق للأوضاع القانونية. طيب استثناء من ذلك، في بعض الحالات ممكن نطبق القانون الجديد على الوقائع السابقة، على المراكز القانونية السابقة، اللي هو رجعية القوانين استثناء. إذا المبدأ عدم رجعية القوانين، والاستثناء هو استثناءات ليس إلا، والاستثناء لا يقاس عليه. فأحيانا يطبق القانون الجديد ولكن بأثر رجعي، وده حصلت عندنا في كم حالة، منها مثلا نص المشرع على الرجعية. المشرع يملك في بعض الحالات أن ينص على رجعية بعض القوانين، زي ما حصل في قوانين الإصلاح الزراعي وتحظر تملك الأجانب للأراضي المصرية وغيرها، وقوانين تعويض آثار العمليات العسكرية. إسرائيل احتلت سيناء سنة 67، وجات لنا وقفت على الضفة الشرقية للقناة وإحنا على الضفة الغربية. استمر الموضوع من 67 لحد 73، وبعد ما عبرنا وهزمناهم والآخر واستردينا حقنا وكرامة الوطن، والقوات المسلحة قامت بالعملية العسكرية الرائعة وادتهم درس لن ينسوه. هنا بدأنا نتكلم على بقى، طيب ممكن بعد الحرب ما انتهت، طب الناس اللي أديرت أثناء الحرب، الإسرائيل كانت منتهكة المجال الجوي المصري وكانت بتضرب جوه في العمق المصري بالطيران، فناس أديرت وناس اتبهدلت ومدن القناة كلها هجرت والآخر وناس خسرت كتير. طيب ممكن نعوضهم؟ ممكن نعوضهم. طلع القانون بتاع تعويض العمليات العسكرية إمتى؟ سنة 1974 بعد زوال أثار العدوان. طيب لكن هنطبقه من إمتى؟ ما 74 كنا عبرنا وخلص الموضوع، وبدأت الناس ترجع لأماكنها، تمام، وافتتحنا القناة سنة 76 إلى آخره. طب نعمل، قال لك يطبق القانون بتاع إزالة الآثار العسكرية دي وتعويض المضرورين من الحرب من سنة 5 يونيو 1967، من تاريخ قيام حرب 67. إذن القانون برغم أنه صدر سنة 74 إلا أنه طبق بأثر رجعي لكي يتم تعويضه، يملكه المشرع ما دام ده في صالح في صالح الوطن. كذلك الأمر في التشريعات التفسيرية، لو كان في نص غامض ولا حاجة وعمل بلبلة زي ما حصل بالنسبة لكلمة الغذاء مثلا، جه بعد سنة أو اثنين أو ثلاثة لقى المشرع أن المحاكم متضاربة بينها وبين بعضها، ومحاكم تقول الغذاء والمية تدخل ضمن الأجزاء والمية، وبعض المحاكم تقول لا، بدأ الموضوع سجال بين المحاكم، فيأتي النص التشريعي بعد ذلك يقول لا، احنا مقصود بكلمة الغذاء هي المياه مثلا المأكل والمشرب من غير مياه الشرب، او تدخل مياه الشرب في المياه الشرب من الشبكة العمومية في مفهوم الغذاء. اما يجي هنا النص هو تفسيري وليس منشئ. النص التفسيري يعود تطبيقه الى تاريخ صدور النص الغامض، وده عشان نحسم الجدل ونحسم الجدل ونستقر الاوضاع القانونية. اخر حاجة فكرة القانون الاصلح للمتهم. ايه القانون الاصلح للمتهم؟ لو شخص ارتكب جريمة في ظل قانون قديم ثم جاء القانون الجديد وشدد او خفف العقوبة عن هذه الجريمة، زي ما حصل قبل ثورة 25 يناير، كان جريمة الاغتصاب او الخطف او غيره كان عقوبتها مثلا للاشغال الشقة، او عقوبتها كانت لو عرض المغتصب ان يتزوج من السيدة اللي تم اغتصابها كان ممكن يعفى من العقوبة او الاخر. هنا اما حصل بعد الثورة نوع من بعض الناس الهمجية اللي بدأت تستغل الثورة لغير صالح الشعب، وبدأوا الاعتداء على الأعراض واعتداء على الأموال والآخر، فقرر المجلس العسكري تطبيق عقوبة الإعدام على كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأعراض أو الأموال. هنا وكان الكلام ده في أبريل 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير، تمام. هنا في الحالة دي طيب الشخص اللي ارتكب جريمة أثناء الثورة أو بعد الثورة مباشرة، وليكن في 1 فبراير 2011، ثم ارتكب الجريمة بالفعل وقبل صدور القانون الجديد، وبعد كده بعد استقرار الأوضاع الأمنية قبض عليه سنة 2015 وقدم للمحاكمة في 2015. كان القانون في 2015 بيقول إعدام، وهو الصادر عن المجلس العسكري في أبريل 2011، مع ان وقت ارتكاب الجريمة كان في قانون اخر وكان بيقول يعرض المتهم ويعرض كذا وممكن الزواج وممكن وممكن والعقوبة اخف. هنا نطبق بقى عليه القانون الساري وقت ارتكاب الواقعة ولا القانون الساري وقت المحاكمة؟
تطبيقا لمبدأ فكرة الأثر القانون الأصلح للمتهم بنطبق عليه القانون الساري وقت ارتكاب الواقعة وهو ياخد العقوبة الأخف. طب اعكسها وقلب الآية، يقلب الآية يعني القانون القديم هو العقوبة الأشد إعدام، ثم صدر قانون جديد أثناء المحاكمة بيقول العقوبة الحبس أو الغرامة. هنا في الحالة دي إيه الحل؟ العقوبة هنا أخف، يبقى إذن ينطبق القانون الجديد اللي أثناء المحاكمة باعتباره هو الأصلح للمتهم. إذن إحنا بندور يعني بندور في الفلك، هل القانون الأصلح للمتهم؟ القانون الأصلح للمتهم القديم نطبق القديم، القانون الجديد الأصلح للمتهم نطبق الجديد. ليه بناخد بالفكرة؟ إن يعني خير للعدالة أن يعني يخرج أو أن يبرأ شخص أو أن ينفرج عنه، خيرا له من أن يعدم أو تزهق روح معينة، ونديله فرصة للتوبة ونديله فرصة للعودة صالحة للمجتمع كفرد صالح في المجتمع. إذن دي فكرة القانون الأصلح للمتهم. نتكلم على المتهم وليس على المحكوم عليه، بمعنى يعني لو كان الشخص فعلا قدم للمحاكمة واتحكم عليه وخد العقوبة تمام، وبعد كده بعد ما خد العقوبة نهائيا في كل مراحل التقاضي صدر قانون يخفف العقوبة، لا ما يستفدش، هنا بقى محكوم عليه وليس متهم. احنا بنتكلم على المتهم اللي هو اثناء مرحله المحاكمه، لسه ما اتحكمش عليه بحكم جنائي نهائي بات تمام، وبالتالي هنا هو متهم. اما المحكوم عليه فخلاص خلص كل مراحل التقاضي وصدر حكم نهائي فلا يعود. الحاله الوحيده اللي ممكن تطبيق القانون عليها اذا صار الفعل مباحا، فاذا صار الفعل اللي هو محبوس عليه، محبوس على اساس ان خلفه، محبوس على اساس ان خلفه، صار الفعل مباحا بقانون جديد، يبقى يفرج مصلحة السجون تكلف قانونا بالإفراج عن كل المحكوم عليهم الذين يقضون فترة العقوبة في السجون عن جريمة أو عن فعل خاطئ تم اعتباره فعلا مباحا في، وده حصل في جريمة أو في موضوع الاتجار بالعملة، اتجار بالعملة الصعبة الدولار وغيرها، كان قبل كده ممنوع إلا من خلال البنوك الوطنية، بنك القاهرة، بنك الأهلي، بنك مصر وهكذا، ومحدش يبيع في السوق السود، ولو كان تم ضبطه بيبقى فيه حبس مع المصادرة مع كذا، وده اللي حصل في إحدى الحالات تمام، واتحبس ورا. بعد كده جات الحكومة رأت تحرير سعر الجنيه والسماح بالتجار بالعملة وعملت شركات الصرافة والأخ، ففي شخص لسه بيقضي العقوبة وفي شخص بره بيتاجر بالعملة وفي شركات صرافة موجودة على الساحة القانونية وفعل مباح. إذا في الحالة دي على مصلحة السجون فورا أن تخلي سبيل الشخص اللي محكومه كفاية اللي قضاه في السجن ويفرج عنه فورا. تطبيقا هنا دي الحالة الوحيدة اللي هي صار الفعل مباحا، أما غير ذلك فلا يستفيد من قاعدة القانون الأصلح المتهم لأنه ليس متهما بل محكوم عليه تمام. ده اللي هو فكرة الأثر الرجعي للقانون والاستثناءات الواردة عليها. وبكده نبقى احنا انتهينا من مبدأ إقليمية القوانين أو مبدأ تطبيق القانون من حيث المكان، مبدأ تطبيق القانون من حيث الزمان، وإن شاء الله يبقى محاضرتنا معادنا في المحاضرة القادمة في نظرية الحق بالقسم الثاني من الكتاب، في نظرية الحق إن شاء الله معادنا في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.